تصور الإخوة الذين يحبون خدمة الإسلام والمسلمين عليهم أن يعملوا أشياء، شيء يسمى بالاجتماعيات والشيء مرتبط بالدراسة. بالنسبة إلى الاجتماعيات، الإخوة كلهم أنا أتصور يجب أن يتعمموا، كلهم العمامة عنده في الاجتماع احترام خاص، هذا واقع. لعل أحدكم ما شاهد فرد مكان في حسينية أو مسجد أو دار يخطب فرد واحد ما عنده عمامة، وإذا كان شايفين هذا الشيء كلش قليل. أكو بعض الناس يناوئون العمامة، هذا لا شك فيه، لكن الأنصار هم الشعب والمناوئون بقلة، وهذا مو في إيران، في كل البلاد الإسلامية هالشكل. لأن العمامة من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أنه الناس يحترمون الرسول ويحترمون مبادئه يحترمون العمامة أيضا. في قسم من الناس هم موجودين ما يحترمون العمامة، هذا لا شك، لكن يجب على الإنسان أن لا يكون انهزاميا يخاف من فرد واحد اللي ما يحترم العمامة. فالإخوة كلهم يتعممون إن شاء الله. قسم منهم يقولون احنا عندنا محاذير، صحيح قسم عندهم محاذير، لكن يجب ان يكون الانسان اقوى من المحاذير. وثم المحاذير مو اكثر من توهم، لان كثير من الاخوة كانوا يتصورون هذا التصور وبعد ذلك تعمموا وشافوا لا ما فيها محذور، يوم يومين اربعة ايام فيها محذور. اذا تحبون فرد خدمة، لأن الخدمة وكل شيء تحتاج إلى مؤهلات ومقومات، من جملة المقومات هو كما ذكرنا احترام الإمامة وأن تتعمموا. إن شاء الله نأتي هنا نخطب نشوف كلكم معممين. والحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صادق، العمائم تيجان العرب، إذا وضعوها حط الله نورهم، نورهم يروح، بالفعل نورهم راح. العمائم تيجان العرب، العرب يعني المسلمين يقصد، لأن كل مسلم هو عربي باعتبار أن لغته، صلاته، إحرامه، دعاءه، قرآنه عربي. هذا أتصور أنه يجب أن تتضافر الجهود لهذا الشيء إن شاء الله. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، أي واحد منكم ينام في مكان عنده بيت، إما بيت مستقل ومتزوج، وإما غرفة مدرسة، وإما غرفة في بيته، أكو عنده فرد مكان وفي الشارع، كلكم خلوا قراية أسبوعية. بتقولوا أنا شاب، أنا صبي، أنا مثلا في غرفة مدرسة، أنا في غرفة مثلا بيتنا فرد غرفة إلي، البيت مو إلي، كلكم اقروا قراية، واقع وقراية أسبوعية. القراية الأسبوعية كلش لها مدخلية معنويا وماديا. ماديا لها مدخلية واضح، لأن الإنسان يقترب من مبادئ الإسلام، الصدق، الأمانة، زواج العزاب، مساعدة الفقراء، هذا يسمع حتى إذا سامع تذكره. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كثيرا ما إحنا كلنا مجربين هذا الشيء، إحنا كل قضايا كربلاء ندريها، لكن الآن كل واحد منكم تبكون، خلوا خطيب يقرأ قصة علي أكبر، علي الأصغر، كلكم تبكون. لماذا؟ لأن تذكر هذا مو علم ولا علم، عدم تذكر وتذكر. فكلكم اقرأوا قراية في بيوتكم، ومو محتاج تجيبون خطيب من الخارج، لا انتوا اخطبوا،
كان عندنا فرد عالم في الكويت سيد علي الشبر الله يرحمه، سيد شايب عمره 90 سنة، والحقيقة كلش خوش سيد كان الله يرحمه. هذا بعد الصلاة في المسجد الجماهير القاعدة، فرد مسألة، فرد موعظة، فرد أخلاقيات. والألطف من هذا أنه تروح إلى بيته، عدد ديوانية، تروح إلى بيته فرد 10-5 يروحون مثلا، يجتمعون يشيل الكتاب يقرأ لهم حتى يستفيد، شنو فائدة يقعدون، شلون كيفك وشلونك وبعد شلونك، شنو فائدة هذا؟ قال شلونك وقعد عوض ما يحشون منا ومنا، وحتى إذا مو معصية حكي غيبة وتهم مو يستفيدون. فرد حديث، حديث يرويه صادق عن صادق خير من الشمس وما طلعت، واضح؟ لأن الشمس وما طلعت تنتهي في يوم ما، أما الحديث جزاؤه الجنة والجنة لا تنتهي. فأنتوا إذا قرأتوا في بيوتكم قرايات معنى أسبوعية، ليلة الخميس، ليلة الجمعة، ليلة السبت، ليلة الثلاثاء، ليلة الأربعاء، أي ليلة اللي عندكم شغل أو شغلكم أقل، جيران يجوا، شو الفرد كتاب اقرأ منه؟ هذا هو. إذا تعرف تقرأ قراية هم اقرأ قراية، إذا ما تعرف تقرأ قراية ليش اقرأ؟ مو فثم تتدربون على هذا الشيء في الحقيقة وتثابون عليه. الفائدة المعنوية ما ذكر هذا في مجلس من مجالس أهل الأرض إلا حفت بهم الملائكة، الملائكة يأتون، الملائكة يحفون بالمجلس، تنزل البركات، تنزل الخيرات في ذلك البيت. هذا فائدة قليلة، البركات تنزل في بيت الإنسان، الخيرات تنزل في بيت الإنسان، الله يرفع المرض عن بيت الإنسان، يرفع الفقر عن بيت الإنسان، لأن نحن نعتقد بهذه الأمور المعنوية. فكل واحد منكم اقرأ قراية في بيوتكم، كل واحد منكم أسبوعيا، بيتكم، غرفتكم، تطي شاي، حتى الشاي ما تريد تطي مو لازم شاي، اشتري فرد كيلو برتقال، اشتري فرد كيلو شلغم وطبخه، مو لازم إلا شاي. قبل 80 سنة ما كان شاي أصلا، مجالس ما شاي شيء جديد، بس إلا لازم شاي، اشتري التمر. كان عندنا فرد عالم في كربلاء توفي الله يرحمه قبل 35 سنة هالشكل، هو عاد قراية في بيته كل وقت يجيب فرد شيء مو لازم، حتى إذا كل شيء ما موجود يجيب فرد إناء سكر وخاشوقة، كل واحد يشيل خاشوقة سكر ويشرب يأكل وما ينفوق يشرب. في الآية الكريمة وما أنا من المتكلفين، أنا مو متكلف، مو لازم تكلف ولازم كشخة وكذا ورواح ومجيء، لا لا، في كل بيوتكم اقرأ قراية، وهذا من أسهل ما يكون، جيرانكم تقوى اجتماعياتكم. أنا ما أتمكن، أنا ما يصير، أنا كذا. فرد قصة مشهورة أنه أحد الخطباء كان يروح إلى بيته، إذا ما علي بهالقصة أنا، نصف الليل فرد مجنون كان في الشارع قاعد، قال له تعال اخطب لي، قال أخي منبر ماكو، هو حنى ظهره قال أقعد هنا واخطب في ليلة عاشوراء. هو ما دار بال، راح إلى بيته شاف بالطيف فاطمة الزهراء، قال له ماذا لم تخطب له؟ قال يكون هو مجنون. في قصة طويلة ما علينا بالقصة، الحقيقة هالقصص قصص واقعية مو قصص خيالية. وثم من الممكن تقول شنو فائدة هالقراية؟ كل فائدة في القراية، يعني أنت إذا قرأت شنو تقول؟ تقول صدق، تقول أمانة، تقول ضد الخمر، ضد القمار. ولذا الطغاة دائما يحاربون القرايات دائما. أنا أذكر من عمري 5-6 سنوات، من قبل 50 سنة إلى هسه، على طول الخط يحاربون القرايات الطغاة. لماذا يحاربون القرايات؟ لتأثيرها في المجتمع واقع. تقول خمر حرام، صدام يشرب خمر مو موافق، حتى تقول خمر حرام في بيتك أنت وعلى 4-5، تقول كذا، تقول كذا، هالأشياء اللي تعرفوها بعد، ماكو حاجة إلى أن نفصلها، لأن أنتوا كلكم طلبة عمامة خراية. الشيء الثالث، كلكم صيروا خطباء في البيوت، يعني أنه 7 ليالي 7 قرايات اقروا، هالجيران 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 هالجيران، هالأقرباء هالأقرباء هالأقرباء. انتوا لنفرض الآن 100 واحد،
مية في سبعة ايش كثر يصير قراية؟ 700 قراية. 700 قراية شيء قليل واقع. تدري أنها شنو تأثر في المجتمع بعد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات؟ نحن كنا في الكويت، ما أدري كويتي أكو على المبكو هنا. إحنا كنا في الكويت، أول ما رحنا في الكويت شهر رمضان قراية، شهر محرم قراية، وينتهي كل شيء. ما أتذكر بعد شهر محرم كان أو بعد شهر رمضان كان، أنا في المسجد خطبت يوم الجمعة أخطب، اختبت حول أنه يخلون قرايات في بيوته. وقت اللي نزلت من المنبر جماعة من الأصدقاء قالوا سيدنا هنا مو عراق مو إيران، هنا منو يجي للقراية منو يقرأ؟ احنا أصرنا على الموضوع. في مجلس ثاني ثالث رابع خامس أصدقاء شفناهم خلوا قراية، وكنا ملتزم نروح قراياتهم الأسبوعية. هالأواخر وصلت قرايات الكويت كل ليلة ما يقارب 100 قراية أسبوعية. فالشي يعني غريب واقع. لعل كثير منكم سمعتوا هالسنة الخطاب في الكويت لبعض أصدقائنا، فرد 50,000 60,000 كانوا حضروه. هذا في الحقيقة من تأثير تلك القرايات كانت. وإلى الكويت في أيام محرم 1,000 2,000 يجتمعون ينتهي. أما في الكويت 50,000 يحضرون تحت منبر أو 60,000 أو 70,000، هذا مو معقول أصلا. هل قرايات أثرت هذا الشيء؟ لأن هيئوا الجماهير. فكل واحد منكم اقرأ كل القراية، كلش بسيط. إذا الدين دين، إذا دنيا دنيا، إذا آخرة آخرة واقع. فكل واحد اعتبر كل القراية في بيت أقربائه، في بيت أصدقائه، في بيت جيرانه. الطوف فلوس فبها ونعمت، ما الطوف فلوس هيك خلاص. يعني إذا أتوا 100 فقط 700 قراية صار في البلد في كل أسبوع، في كل شهر يصير تقريبا 3,000 قراية. 3,000 قراية يعني أنه كم موعظة صار، كم واحد استفادوا، يغير مجرى الحياة لا شك. أنتوا لا تنظروا على أنفسكم بنظر استصغار. إنسان يجب أن يكون متواضع، مو أنه قليل الهمة. أكو فرق بين التواضع وبين قلة الهمة. قلة الهمة ما عنده هم، أما التواضع هذا شيء آخر. إنسان يجب أن يكون متواضع. أنا ما أتمكن أغير المجتمع، لماذا ما نتمكن نغير المجتمع؟ شكرا نتمكن نغير المجتمع إلى الصلاح، إلى الأصلح، إلى الأصلح. بعض المؤرخين كتبوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد كل صلاة كان يخطب. صلاة الصبح خطبة، صلاة الظهر خطبة، صلاة العصر خطبة، صلاة المغرب خطبة، صلاة عشاء خطبة. لهذا هي أشكى المسلمين فتحوا العالم، وإلى اليوم إحنا بندفع رسول الله جن ندفع. فكل لا إذا بيت واحد يتو أسبوع قرايات لك من أول شيء تظنون أن هذا شيء صعب، أبدا مو شيء صعب، شيء سهل. وحتى أنا أذكر في كربلاء نفس الشيء كان قبل 40 سنة 45 سنة ما كانت مجالس أسبوعية، لكن أخيرا صارت مجالس أسبوعية بكثرة. وحتى أنا أذكر في الليالي 100 قراية 150 قراية 200 قراية كان في كل كربلاء. أكثركم كربلائيون، وكلكم كربلائيون باعتبار الحسين عليه الصلاة والسلام، لأن كل الشيعين كربلائي، بس بعضهم يعيشون في كربلاء بعضهم يعيشون في غير كربلاء، ولا كلهم كربلائيون. وحتى أنا أذكر بعض الليالي أنا كنت أقرأ، أنا كنت أروح 9 قرايات 8 قرايات، يعني من أول الليل إلى الساعة 12 نروح قرايات. الله يرحم الشيخ عبد الزهرة فلان مكان يقرأ، فلان فلان مكان يقرأ، فلان فلان مكان يقرأ. الآن قم فيها 250,000 إنسان. هذا إذا بالليالي قراية بالأسبوع 700 قراية مش مهم، تنتشر في البلد. والله يقدركم. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول قوام الدين والدنيا بأربع: بعالم ناطق مستعمل علمه، علم عنده يستعمل عنده وينطق، هذا نطق بعض. حضروا مجالس، روحوا اقرأوا قرايات، شيء سهل. فرد خطيب في أيام الشاه، لأن تدري خطيب كل شيء اللي يقول في أيام الشاه ضدهم، كل شيء يقول. يقول أنا يزيد مثلا سوى أسراء وكشف وجوههم، هذا ضد الشاه، لأن الشاه يقول وصدام يقول على أنه مكشفات الوجوه لازم.
يزيد كان يشرب الخمر، يزيد يلعب القمار، يزيد مثلا يفعل منكرات، كل ضدهم. فرد خطيب قرأ خطابه، هاي قصة واقعية أنا أذكرها، إحنا كنا في العراق لكن في إيران حدثت في القصة قبل 20 سنة. قطر فرد قراية وده إلى الأمن، سازمان أمنية، السواك مال الشاه، المباحث. قال له إلوش قريت هالشكل شي؟ قال أنا ما قريت شي، هذا في المقتل كاتب مقالي. قال له هذا أنت قلت يزيد يعني تريد الشاه؟ قال له يابا المعنى في بطني مو في بطنك، أنا ما ردت الشاه. زين، أخذوا من تعهد أنه لا يقرأ فرد شيء يعارض الشاه. فرد مرة ثانية قراية مثلا أنه قد أبديت وجوههم، هم أخذوا السازمان الأمنية. قالوا شو قرأت هذا الشيء؟ قال ما قرأ شيء. قالوا هذا تعرض إلى زوجة الشاه، لأن زوجة الشاه سافرة. ما أقصد زوجة الشاه أنا، هذا قراية 1400 سنة جاي يقرون. هم أخذوا منه تعهد أنه بعد لا يقول فرد أشياء يعارض الشاه، هم لا بأس به وقواني. يوم ثالث وده إلى، مو يوم ثالث بالضبط يعني ها متواليا، لا يعني هالقرايات. التيل وش قلت يزيد كان يقامر وقت اللي رأس الحسين يمه، هذا واقع تاريخ موجود. لا تقصد الشاه لأن هو يلعب قمار. 4 مرات 5 مرات وده كذا هددوه. فرد يوم صعد المنبر قال أيها الناس أنا بارحة كنت أطالع قصة الحسين عليه الصلاة والسلام وشفت كل خطابات اللي احنا نخطب كلها خطأ. كان الإمام الحسين أصلا ما أجي إلى كربلاء وما قتل وأهله ما أسر، وإنما أصيب في المدينة بمرض أنفلونزا، جابوا له طبيب عالجه ما فات 7 أيام سخونة متزايدة ومات، ودون البقية دفنوه في المدينة. صار فرد بلبلة عند الجماهير، نزل عن المنبر سازمان أمنية طلبه، قال له شنو هالبلبلة سويته في البلد؟ ما سويت بلبلة أنا. قال شنو هالقراية كذب جبت؟ قال يا أخي أنا كل شيء أقوله تجيبوني هنا، أجيب اسم القمار هنا تجيبوني، أجيب اسم الخمور هنا تجيبوني، أجيب اسم السفور هنا تجيبوني، أجيب اسم العدالة والظلم هنا تجيبوني. فكرت أنه فر الشيء أقوله تم تجيبوني، أهم جبتوني شنو أسوي أنا؟ هسه في الحقيقة أي شيء اللي أنت تقول ضد الطغاة، ولهذا هم يحاربون الحسين لأنه يصنع المنبريين ضد الطغاة. هذا هو، ولا ماكو شيء أكثر من أنه الخطباء يقولون ضد الطغاة في صيغة الحسين عليه الصلاة والسلام، وحتى إذا مو خاصين الطغاة لكن هو هالشكل. إن شاء الله الموضوع الثالث أسبوعيا لازم عندكم قراية، أسبوعيا يعني ليلة الأحد عندك قراية، 2 عندك قراية، 3 وإلى الجمعة. وهذا بسيط ويصير شوي يشجعوا، شوي يتوكلوا على الله، شوي يستعينوا بالله، يصير هذا الشيء. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع، أنا أتصور كل هالطلاب اللي موجودين وأظن كلهم لجابر، هذول لازم أيام الخميس أو أيام الجمعة، أنا ما أدري أي الأيام أفضل لكم، لازم كلكم في المدرسة من الصبح للظهر أو حتى للعصر إذا تتغدون هناك، حتى تقوون منابركم ونطقكم. احنا كان عندنا في كربلاء مجلس المبلغين، مجلس المبلغين كان عبارة عن مبلغين يجتمعون من الصبح للظهر وكلهم يخطبون، حتى الأصدقاء الجالسين يقولون نقاط الضعف. لماذا هذا الشعر غلط قرأته؟ لماذا هل غلط قرأتها؟ هل القصة مو مناسبة؟ هل القصة مناسبة؟ يعني النقد نزيه وبناء. أيام الخميس من الصبح لليل ماكو مانع، مثل ما تروحون إلى سفر، فرد خطيبهم يكون عندكم، خطيب خطيبين 3 4، وكل واحد منكم يقرأ. من الواضح أنه في يوم واحد ما يصير 100 واحد يقرأ، هذا شيء واضح، لكن وقت الجالس وقرأ هذا الإنسان شيئا ورد عليه المدرس أن هذا خطأ، هو يتعلم، هو يعرف. بوذر جمهر هو رئيس وزراء إيران في زمان الساسانيين، وأخيرا قتله الشاه الساساني من حكماء إيران، قصة طويلة ما علينا. قيل له ممن تعلمت الأدب؟
قال ممن لا أدب له. كيف؟ قال لأنه صنع شيئا رأيته سيئا فتركت ذلك الشيء. يوم الجمعة الأولى مثلا 20 منكم تقوم من الصبح للعصر، كل واحد نصف ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة، أكثر أقل. يوم الجمعة الثانية 20 آخرين يقرأ، حتى منهاج منبر، أسلوب منبر، أسلوب الشعر، أسلوب الحفظ، أسلوب القراية، أسلوب إلقاء، هذا كله أساليب مو اعتبار. فرد خطيب اللي تشوفون صاير مشهور أو فرد عالم اللي صاير مشهور مو اعتبار، لازم حتى حركات تكون موزونة، مو حركات غير مناسبة، كلامه يكون موزون، وكل شيء يحتاج إلى أستاذ، لأن الإنسان وحده لا يتمكن من السير، يحتاج إلى أساتذة. أنتم تحبون تخدمون العراق وأنتم عراقيين أو مو عراقيين، أم تحبون تخدمون الإسلام والمسلمين؟ هذا أسلوبه المنبر واقع. الأئمة كانوا كلهم خطباء، النبي كان خطيبا، الإمام أمير المؤمنين نهج البلاغة شايفين خطب الإمام عليه الصلاة والسلام، هذا ينفع الإنسان في الحقيقة. أيام الخميس أو أيام الجمعة، الآن أمامكم 6 شهور تقريبا إلى شهر رمضان، بينما شهر رمضان تروحون إلى الخطابة وأكثركم تروحون، وفرد خطيب بارع حافظ، مطالب جميلة، إلقاء جميل، أوله آخره وسطه، بتقولوا إحنا صغار. الإنسان بهمته، كان عندنا فرد خطيب ما أجيب اسمه الآن من علماء أقوم، هذا قصة قبل 40 سنة، هذا عمره 17 سنة 18 سنة يخطب أجمل الخطابات في العراق واقع. الآن في قوم من علماء قوم، الآن بعد ما يخطب، وفرد مدهم كان في الكويت يخطب، فرد ازدحام يصير على منابره واقع. الآن يحفظ جميل، يلقي جميل، يجيب مطالب جميلة، ناس مستمعين لا شك فيه. عمر شيء شوية منا وشوية منا وهالشكل خربط وكذا، الناس ما يرغبون يقومون يروحون. والآن أنتوا حقيقة وقتكم، لأن الشباب هو وقت العمل، وقت الانطلاق، وقت الذهن، وقت الفكر. شباب الإنسان كلش يسوى واقع. اغتنم 5 قبل 5 من جملة شبابك قبل هرمك. ثم أنتوا كلكم الآن فارغون، لأن الإنسان إذا تقدم في الحياة تصير عليه مشاكل كثيرة، وفراغك قبل شغلك، الآن تفارغون واقع، الآن مو فارغين، أنتوا تقدم بكم العمر أو أنه صارت عندكم مشاكل بعد بتلحقون، الآن تتمكنون، الآن تلحقون، الآن تنطلقون، لكن بعدين ينتهي. فخلوا في أيام الجمعة أو أيام الخميس أحد اليومين هسه من الصبح لليل خطاب في المدرسة، كل واحد منكم يخطب، وأكو فرد أستاذ، أستاذين، 3 4 يصلحون الأخطاء، يعطوكم منهج، يا شعر تقرون، يا مطلب تقرون، حتى تتقدم. لتسووا أنفسكم أعضاء عاطلين واقع. الآن شوف الاجتماع أكو أعضاء عاطلين، هم يشتغل شوية. والدي الله يرحمه شفت فرد واحد طلبة في كربلاء قبل قصة 40 سنة، هذا كان يأخذ من والدي معاش كطلبة وشايب أمكان. والدي بالنسبة إلي حتى يريد ينبهني على هذا الموضوع، وقال هذا تشوفه، هذا كان ويان نباحث قبل 50 سنة، لكن هذا ما كان يطالع، يأخذ الحياة اعتبار. قال أنا وسيد عبد الهادي الشيرازي الله يرحمه هم صار مرجع بالنجف، وسام انقسم منكم باسمه مرجع أعلى صار بعد السيد البروجي. قال إحنا الثلاثة كنا نباحث ليلة اليوم اللي إلي أو سيد عبد الهادي بالليل منا إلى الصبح طالع ونحفظ ونقرأ، دروس صعبة كانت، فنجي ندرس تمام. يوم هذا يقول روحوا ما عندي خلق، بعد 50 سنة صار طلب عادي، وبينما هذول صاروا مراجع. إن من جد على الدرب وصل، الكسل قرين بالفشل. فرد درس قرأنا، فرد مطالعة طالعنا، فرد بيت حفظنا، هذا ما يسوي الإنسان شيء،
إنسان لازم يكون مجد مجتهد، يعني يجتهد يعمل. سيدنا نعمة الله الجزائري أحد علماءنا الكبار قبل 300 سنة، أنتوا الحمد لله كل شيء موفر لكم. هذا في كتابه يذكر في تاريخ حياته، يقول أنا رحت عند فرد واحد عالم كان عند بستان، أريد أدرس يمه لأن ما كدرس في بلدهم. قال أنا أدرس إلك على شرط سلال مال تفاح عنب برتقال هالأشياء تخلي على راسك تودي للبقال عوض الدابة. يقول اقبلت منه. يقول أنا خليت السلال على رأسي حتى كل شعور رأسي تساقطت، يعني يخدم لأستاذه حتى يدرسه. الآن درس بلاش مجان، كهرباء مجان، كل شيء، شباب موجود واقع وأنتم تشتغلون. يعني إذا ما تشتغل وثم في المستقبل بعد 20 سنة 15 سنة فرجع أعضاء فاشلة في المجتمع، هذا هو. وأي أعضاء فاشلة أكو؟ اتهم بالعياذ بالله صرون منهم. الفشل والنجاح من نفس الإنسان. أنا أذكر في كربلاء الله يرحم خطباء الميتين والله يحفظ الموجودين، التلاميذ كانوا يروحون يصرون عندهم يخدموهم حتى يعطوا قصيدة، يعني هو مجرب شنو القصيدة. أما إنسان أيام التبليغ خلى على رأس عمامه وراح فرد مكانه قرأ فرشي على الدهاتية، فهموا وما فهموا، شنو الفائدة هذه؟ واقع لازم أنه إنسان يسوي نفس الشخصية حتى في العواصم الإسلامية ما كان يخطب. هسه العراق تحرك، يا واحد منكم وراء التلفزيون والإذاعة ما كان يخطب خطبة جميلة رنانة تعطي الشكل نصرف أعمارنا بلاش. فهذا الشيء إذن أنا أتصور أنه يوم الخميس خلوا أو يوم الجمعة خلوا فرد يوم بالأسبوع للخطابة، كلكم اجتمعوا في جابر أو أي مدرسة أخرى أو أي مسجد آخر، مو مهم مكان، فرد أستاذهم يحضر يقول لكم، يطلقوا دفاتر أنه احفظوا هذا الشعر، احفظوا هذه القصيدة، احفظوا هذه الآية الكريمة، هالمطلب، وعلى هالمعد. هذا موضوع. موضوع آخر أكو، أنا مكرر ذكرت لكم هذا الشيء لكن مع الأسف هذا الشيء بعده مو موجود في مجتمعاتنا. كمقدمة أقول هذا الشيء، كل واحد منكم، كل واحد من عندنا يحتاج إلى خادم. إذا أردنا أن نأتي بخادم، فرد خادم بالشهر نطي مثلا 1000 تومان فرضا، يكنس مو أكثر ولا أقل في بيت مثلا، من حقق أن هذا الخادم منه شنو؟ إذا أعوج يولا، أنا نظيفة يولا، سوابق شنو حقق يولا. هذا أطفال يفهمون. أما إحنا الكبار العراقيين 15 مليون ما فهمنا أن عبد الكريم قاسم يسوي ثورة، هذا شنو منه؟ عبد الكريم ويا 800 جندي صنع الثورة في العراق. حسنا، لماذا ما حققنا هذا؟ منو اللي يريد يحكمنا؟ هذا يريد يمشي على الإسلام، يريد يمشي على خير الناس، هذا يريد يحطم الناس، هذا عميل استعمار، هذا رجل واقعي، هذا يفهم، هذا ما يفهم، ما حققنا، كلنا ما حققنا. هذا الشيء يجب أن يتدارك بثلاث دروس: درس السياسة، درس الاقتصاد، درس الاجتماع، حتى إذا صار فرد انقلاب في العراق أو في أي مكان آخر من صدر. ومع الأسف إلى الآن نحن من نعرف هالعلوم، هذا هو، إلى الآن من نعرف هالعلوم ومن حقق عنها أيضا، ومو مربوطين بها. شلون أكلون الغربيون؟ لأن شافوا أناس ما يفهمون. الإنسان اللي ما يفهم كل واحد يستغله، وهذا لا شك فيه. حتى اللي اختطفت إلى إيران اللي سمعتوها هسه، أي واحد منكم حقق هذا؟ منه اللي اختطف؟ هل كان هذا العمل حسن أم سيء؟ هل بموازين الشرع أو مو بموازين الشرع؟ شنو العواقب؟ شنو النتائج؟ النتائج أكثر، الضرار أكثر، أي جهة تنتفع، أي جهة تنظر؟ لماذا بلادنا واحد وراء الأخرى تتساقط؟ أفغان سقطت، باكستان سقطت، العراق سقطت، لماذا هالشيء؟ طبعا
ثم بلادنا كلها اضطرابات وسجون وتعذيب ومصادرة، هالخبصات اللي في بلادنا موجودة اللي مو موجود في البلاد الغربيين. لماذا غربيون؟ يعني شنو؟ يعني سلمان الفارسي؟ الغربيون يلعبون بنا، الشرقيون يلعبون بنا، لكن لماذا نحن نصير ملعب لهم؟ وإلى الآن. ولذا أنا أتصور لهؤلاء الإخوة من الضروري عليهم درس الاقتصاد، درس الاجتماع، درس السياسة، حتى يفهموا شنو الوضع. ما فهمنا الوضع، عراق صارت قتل وسفك دماء. في ألمانيا قبل مدة، قبل 50 سنة 40 سنة، صار فرد انقلاب في ألمانيا، هالألمانيا المعروف. الانقلابيون اجوا أخذوا الإذاعة وأخذوا التلفزيون وهم يخطبون وكذا وشي، بعدين خطبوا في الإذاعة. كل الوزراء، كل المدراء، كل المعلمين، كل المثقفين يلتحقون بوظائفهم، أحد ما راح أبدا، هم بقوا وحده، فرد ألف ألفين لا أكثر ولا أقل. قطعة من الجيش يجي ألقى القبض عليهم، ساقهم للمحكمة. بأي مناسبة سويتوا هذا الشيء؟ لكن في أفغانستان يصير انقلاب اعتبار، الناس يصفقوا له. أفغان 20 مليون، انقلابيون كم واحد؟ ما كانوا حتى 10,000. في تركيا فرد يوم، يوم في أندونيسيا، يوم في أوغندا، يوم في أفغانستان، وعلى طول الخط. لأن الغربيون عرفوا أننا لا نفهم، يلعبون بنا ما شاء، ولا نفهم إلى الآن موجود يا أخي. ومبعث الفهم أنتم، إذا درستوا الاقتصاد، درستوا السياسة، درستوا علم الاجتماع، كتبتوا في هذه العلوم، خطبتوا هذه العلوم، توعون الناس وأنتم تعون، لكن ماكو وعي مع الأسف الكبير. فاهتموا يا إخوة إلى هالدروس الثلاثة. وقلت الآن أمامكم 6 شهور تقريبا، 6 شهور فرد وقت كلش كبير، مو وقت صغير. هالدروس تمكنون ما شاء الله في بلد آمن، دروس أكو، مدرسين أكو، أمن أكو، وسائل أكو. لماذا نحن متأخرون؟ لأن نفهم. أنتوا تتمكنون أن تبدلوا التأخر إلى التقدم، تتمكنون أن تحولوا الحنظلة المرة إلى فرد قسم من المربى الحلو. لأن نفس الحنظل يأخذوه يفوروه بالماء مرتين، يعني 3 مرات، 5 6 10، كل مرارة تروح، بعدين يخلوه بشكل يسووه يطبخوه، يطلع فرد مربى طيب. لكن هذا يحتاج إلى التعقل حتى الإنسان يصنع من الحنظل السيء المر مربى حلو. أنتم ما ماكلين مربى حنظل، لكن ماكلين مربى نومي حامض، شربة نومي حامض ماكلين كلكم. شربة النمو حامض يحولوه إلى شنو؟ يحولوه إلى شربة طيب حامض يسوي حلو. أنا أذكر كنا صغار أطفال، كنا يوم خيم جين كنا نروح، كان يجي فريد درويش كيس كبير كان عنده ممتلئ بالحيات، يطلع الحيات والناس يلتمون عليه يتفرجون عليه، يشيل الحيات، حيات كبار صغار، شو يسوي هالحيات؟ ياخذ الحيه ويقلع اسنانه، لان الحيه بسبب اسنانه تلدغ، السم ماله بالاسنان، اسباب الموت يصنع منها اسباب حياه، لان ياخذ فلوس، كل واحد 10 فلوس، كل واحد يتفرج عليه. نحن لازم هالشكل نكون، مو انه الله كريم ويصير وما يصير. فكرنا لماذا جاء صدام، فكرنا لماذا جاء سادات، فكرنا لماذا جاء ببرك كرمه، فكرنا لماذا هل نماذج ما يجون الى الغرب، فكرنا ان الغربيين ينتخبون حكامهم مثل ما ينتخبون خدامهم، واحنا حكامنا بالقوه ياتون على رؤوسنا، ولا هذا سجوننا ممتلئه، والى اخره. السياسه، الاقتصاد، الاجتماع، حتى نفهم هذه الاشياء. انا اتذكر شيوعيين ما كانوا في العراق، يعني ماكو فرد واحد تعرف الشيوعي هذا. انقلاب عبد الكريم قاسم صار، واذا ملأوا الشوارع الشيوعيه، شيء غريب، مظاهرات شيوعيه في كربلاء، في النجف، في الحله، في بغداد، في البصره، في العماره، في الديوانيه. من طلعوا هذول؟ هذول لهم تنظيم سري منظم، جامعين الشباب، الشباب اللي ظاهرهم متدين، يجي للمسجد وللصلاه وللصوم، ومتعرفه ومخلي لحية أيضا، وهذا هو فرد الشيوعي للخداع. فلما صار الانقلاب وحصلوا المجال ملأوا الشوارع. أنتم كلكم عمركم ما يقتضي أن تذكرون قضايا عبد الكريم قاسم. نعم، قبل 26 سنة عبد الكريم هو كان عميل استعمار بريطاني يريد تحطيم العراق لا أكثر ولا أقل. بعد ذلك سكرتير الحزب الشيوعي كان اسمه عادل سلام، هذا الرجل
قاسم أخذه عبد السلام عارف وأعدمه. تصريحاته في التلفزيون والراديو صرح أنه قبل الانقلاب مال عبد السلام عارف الاتحاد السوفيتي بسبب سفارته كان أعطاه 1,000,000 دينار. 1,000,000 دينار يعني يعادل الآن ما يقارب 200 مليون تومان، وكان قايل لأنه وزع هالفلوس ثلث في النجف لأن مركز علم ديني لتحطيم الدينيين، ثلث في بغداد لأنه مركز الحكومة وعاصمة، والثلث في سائر العراق. لكن نحن رواحنا ومجيئنا ومنفهم سياسة، يعني ككل 15 مليون. أقول على هذا البقال على شغله، وعطار على شغله، وطلبة على شغله، وعالم على شغله، كذا على شغله، وهذول يدخلون في بلادنا سرا وخفية ويصنعون هذا الصنيع اللي أنتم كلكم من صنائعه. أنتم كلكم الآن في قم بأي مناسبة، ومو أنتم فقط، والآن كم 100,000 عندنا من شباب في السجون، قسم منهم أقرباءكم أيضا. الزراعة حطموها، الصناعة حطموها، الاقتصاد حطموه، الشباب حطموهم، بلاد حطموها. هذا هو الآن من أفهم لا أكثر ولا أقل. ولا عبد الكريم ويا 800 جندي، أو أحمد حسن ويا 1,000 جندي يتمكن يسيطر على مو فرد مدينة كاملة، يتمكن يسيطر على قوم وحدها، يتمكن يسيطر على حتى على شارع آزر، ما يتمكن. شو واضح؟ بس رأوا الناس ما يفهمون سيطروا عليه. الآن هم نفس عدم الفهم موجود واقع. المشكلة هذا عدم فهم ما تحول إلى فهم، الفهم بأيديكم. الآن فرد واحد من الأصدقاء اللي عندهم أخبار قال لي قبل يومين 3 أيام يقول على أنه العدن نعطي 10 ملايين دينار إلى حزب الشيوعي العراقي، يدزون إلى إيران 400 من كوادرهم حتى يعملون في إيران قاعدة شيوعية، وجه يعملون وجايين إلى إيران، ولعل واحدهم منهم أيضا في مجلسنا مو بعيد جاي ومخلي اللحية وكذا، أكثر الناس يصلي وأكثر الناس يصوم وخادع الناس، واحد منهم يدخل في الوزارة، واحد منهم يدخل في السباه، واحد منهم كذا يصنع، واحد منهم كذا يصنع. أنا أذكر هذا الشيء في العراق، فريد صديق كان إلي أنا صديقي ويحضر صلاة والدي الله يرحمه، وعد لحية وكاسب كان باب العباس، وصديق شيخ عبد الزهرة، وفي المجالس يبكي أكثر الناس. لما أجى عبد الكريم قاسم مظهرة الشيوعي تبين هذا الشيوعي غريب وخادع يخدع. الشيوعي وقت اللي يأتي أو البعثي وقت اللي يأتي هذا ما يقول لك. فرد بعثي اللي الآن رئيس البعثيين في كربلاء، ما أريد أجيب اسمه هنا، احنا كان عندنا امتحان، هذا كان طلبة، احنا كنا نمتحن الطلبة امتحان عندنا، هذا من جملة الذي يأتي عندنا ويطي امتحان وبدرجة تفوق. وقت اللي يجوا البعثيين بين هذا بعثي قهار منظم، الآن موجود في كربلاء ما اريد اجيب اسمه. شنو هذا؟ واقع طلبة وكل شيء، لكنه ما عندنا خلفيات حتى نعرف، ما عندنا سريات حتى نعرف هالأشخاص. وهذا شكل سووا العراق، هذا شكل سووا أفغانستان، هذا شكل سووا باكستان، هذا شكل سووا ما أدري كذا وكذا وإلى آخره. فهذا أن الأشياء مو فقط أن الإنسان يتحسر ويتحزن ويقول ماذا نصنع. الآن بيدكم الصنيع، الآن بيدكم الصنيع. أنه درس اقتصاد، لأن يا أخي إذا ما قرأت الاقتصاد ما تفهم اقتصاد، إذا ما قرأت السياسة تعرف. يصير فرد واحد ما يقرأ النحو ويعرف النحو، يصير هذا الشيء؟ يصير فرد واحد ما يقرأ البلاغة ويعرف البلاغة؟ ما يصير هذا الشيء. يصير فرد واحد ما درس السياق ويعرف السياق؟ ما يصير. إذا ما قرأت السياسة من أين تفهم؟ إذا ما قرأت الاقتصاد من أين تفهم؟ إذا ما قرأت الاجتماع من أين تفهم؟ الآن في الحقيقة هذا 400 كادر شيوعي جايين إلى إيران، وين هم يظلون من يعرف؟ شنو جاي يعملون من يعرف؟ أما تدريجيا ينظمون شبابنا، قسم ينظمون شباب عرب، قسم ينظمون شباب عجم، قسم ينظمون شباب تور، وبالخفية ثم تخطيط عندهم ثم ارتباط عندهم. 400 مفرغ كادر، شوف شنو يعمل في إيران. بس مو لازم الآن يظهر، بعد 10 سنوات خليه، بعد 5 سنوات خليه.
احنا ما عدنا نسهد امامهم. احنا يجب علينا ان نقوي انفسنا بالعلم والعمل حتى نتمكن من التقدم، حتى نتمكن من التقدم. يقولون الانسان يجب ان يكون كالماء، حديث اكو عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، مثل المؤمن كمثل الماء. لماذا كمثل الماء؟ هذه القطعه من الحديث، القطعه الثانيه ترجمه مني وتفسير مني للحديث. شايفين كلكم الماء، ماء يجي 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 يمشي، امام اكو فر الصخره، الماء بكل هدوء يمر منه، يمر منه، ما يدير بال الصخره، ياخذ في طريق. لنفرض انه مو صخره، صخره وسيعه ما يتمكن يمر من اليمين او من اليسار، يقوي نفسه يقوي نفسه يقوي نفسه، يزيد 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 حتى يعلو عليه ويمر من فوق، يمشي في طريق. لنفرض على انه امامه شنو، حفره، بيدخل يجي على الحفره، ينصب في الحفره، ينصب ينصب حتى يملي الحفره ويمر عليه. اجى فرد جبل امامه، جبل لا تصير تروح من فوقه، لا مثل حفره، لا من يمينه لا من يساره، شو يسوي؟ يزرف الجبل ويروح على الطريق. انسان حديث عن رسول الله، مثل المؤمن كمثل الماء، يعني قوي نفسك، المشاكل ذللها وخذ في طريقك وروح للامام. فاتوا بصفتكم شباب وبصفتكم طلب، فانه والله الجد، فانه والله الصدق لا الكذب، والجد لا اللعب. يعني ان القضايا مو قضيه لعب، استعمار قوي غربي شرقي، عندهم فلوس عندهم تخطيط عندهم سيد، صابين على 1,000,000,000 مسلم، يقطعوهم يقتلوهم، انتوا اعرف بها وبكثير منها. فانتوا لازم دائما تعرفون السياسه، تعرفون الاجتماع، تعرفون الاقتصاد، تستمعون الى الاذاعات، تقرون الصحف، انه شنو جاي يصير في العالم اصلا، وشنو مصيرنا وشنو مسيرنا، خصوصا احنا اللي لدغنا. النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، حتى الصبي خلي ايده هنا انشوى بعدين يخلي، خلي ايده هنا في الزروف لدغته حيوان، حيتون عقربون رتيلاء فرشي، بعدين يخلي ايده. لكن احنا المسلمين له نفس الوضع، وخرجنا من العراق هنا جينا نفس الوضع، هذا هو. بس الاخ يقرا فرق رايه، وذاك يقرا فرق سيوطي، وفرد واحد فرد كذا، يعني اعمال اعتباطيه عاديه صغيره. ان شاء الله انتوا امامكم 6 أشهر تقريبا، هلا 15 ربيع ذا شهر رمضان، اهتموا لقرايات في بيوتكم، حتى في غرفة عندك في غرفتك، اهتموا أن تكونوا خطباء في كل البيوت في كل الأسبوع، كل ليلة مكان تخطب، أول شيء أصدقائك تخطب، بعدين جيرانك، هذا هو. اهتموا أن يكون هناك في جابر يوم الخميس أو يوم الجمعة مجلس من الصبح للظهر أو لليل لتعليم الخطابة والدراسة. اهتموا لتعلم الاقتصادي والسياسي والاجتماع، ليتقوى قلمكم وليتقوى لسانكم وليتقوى معلوماتكم، حتى إذا لدغنا مرة لا نلدغ مرتين وخمس مرات وعشر مرات، هذا هو. نسأل الله لكم ولنا ولجميع المسلمين كل خير وتقدم ورفاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.